بركاته، وحشتوني جدا جدا. عارف اني اتاخرت عليكم، بس هعمل لكم النهارده فيديو عن ما زين في حقيبتي. شنطتي زي ما انتم شايفين كده، اللون ده نازل موضه بقاله فتره، اللي هو النبيتي. هي مش مارك معروفه، بس انا حبيتها قوي. هي ليها ايدين كده، وكمان ليها ايد تانية طويلة لو حابين تطولوها. خلينا نبدأ مع بعض. اول حاجة بتلاقي الحتة دي فيها زي ماجناتك كده، مغناطيس. انا ببقى حاطة هنا الموبايل بتاعي، وببقى حاطة منديل او علبة مناديل على حسب، بس انا بحب احط منديل بس كده، عشان لو اي طوارئ او حاجة المنديل يبقى سهل اني اسحبه على طول. وبس، ما بحطش حاجة تانية هنا، هو بس الموبايل والمناديل. بعد كده هنيجي للشنطة من جوه. انا بس مش مرتبة ايه اللي هيبقى جوه في الشنطة. فعموما يعني اول حاجة لما بفتح في حاجة مقفولة هنا كده، دي بتخلي الشنطة على طول محمية ومديها الشيب بتاعها او الشكل بتاعها، فده ممكن يتفك عادي جدا. هو كده فكه والشنطة بقت مفتوحة قدامك. اول حاجة هتاخدوا بالكم منها في الشنطة انه في النص كده منظم. المنظم ده مش موصول للاخر، يعني هو من تحت مفتوح، يعني عادي تقدري تشوفي ايديكي من الناحية التانية. خليني اقول لكم طيب بالترتيب اللي محطوط. انا عموما الجزء اللي قدام اللي هو اول ما افتح الشنطه يبقى على طول هنا، ده يبقى فيه حاجات، في مناديل ممكن ابقى حاطه واحد من ده بره وواحد جوه، واحد بره هنا مثلا وواحد جوه، وعادي جدا ممكن ابقى حاطه بره منديل بس من ده اللي مفتوح والتاني جوه علشان الطوارئ. يعني لا قدر الله حصل انه حاجه وقعت على هدومي، بسحب المنديل اللي هنا وبعدين بتوجه لده لو الموضوع محتاج. يعني تاني حاجة هتقابلكوا هي الوايبس. انا عموما بشرتي حساسة، وقلتلكوا بكلمة انا بشرتي حساسة، وان انا بستخدم منتجات تانية زي ديتول، زي ده ديتول، بس ده غالي بزيادة عن اللزوم. فانا لقيت ان المنتجات بتاعت الاطفال بتوفي نفس موضوع ديتول، ما فيهوش مواد كيماويه. فانا معايا ده، هو كبير شويه بس يعني هو بالنسبه لي مش كبير ولا حاجه. هو فيه من هنا، هو طبعا مفتوح، بس انا سايبه الستيكر ده علشان المناديل ما تنشفش، وخصوصا ان الوايبس النوعيه دي بتنشف بسرعه، ما اعرفش ليه. بس ايا كان، لو جربت اجيب تاني هجيب حاجه من فاين او من جونسون، مش هجيب منتج كده مش معروف. anyway انا على طول معايا الوايبس دي، عشان انا بشرتي حساسه جدا، لو شويه تراب مسكتهم بايديا وغصب عني حطيت على وشي ممكن يطلع لي حبوب في وشي. بعد كده الجزء ده هنا كده ما بحطش فيه حاجه، هو عموما اي حاجه ممكن تقع اللي جوه يعني، بس انا عموما ما بحطش فيه اي حاجه. هنسيب الجزء اللي هو المنظم ده بعدين، وبعد كده هنشوف اللي موجود جوه. هنا مروحه، احنا طبعا في فصل الصيف وانا حرانه جدا، فلازم يبقى فيه شويه هواء كده، مروحه وانت في المواصلات، وانت بتجيبي حاجه يعني لطيفه. دي بجيبها من محلات 2.5 جنيه، لان يعني نظريتي ان اجيب مروحه غاليه وكده مش حلوه، يعني دي حلوه اكتر بتوفي الغرض يعني. بعد كده بتيجي المحفظه بتاعتي، وهشرح لكم المحفظة بتاعتي بعدين او يعني دلوقتي، بس هكمل الحاجات اللي موجودة فهخلي المحفظة جوه. بعد كده بتيجي المفاتيح بتاعتي. عموما انا المفاتيح بتاعتي كتير وغالبا بتضيع مني، فعلشان ما تضيعش مني لما باجي اقفل هنا كده بريح نفسي واقوم مدخلاها مع ده. فلما اجي مثلا جاية من بره او حاجة والشنطة مقفولة، بمنتهى البساطة اول ما اجي افتحها هلاقي المفاتيح هنا، هعمل كده واخد المفاتيح وافتح على طول الباب. هقول لكم الحاجات اللي موجودة في المفاتيح، عشان انا عندي ميداليات كتيرة. اولا دول على شكل رواج،
ودول انا شارياهم، وبرج ايفل ده كان جاي لي هديه في عيد ميلادي من واحده صاحبتي، وبعد كده ده يعني هو واحده صاحبتي مشروع تخرجها كان عن كارفور فانا خدته منها. وتالت حاجه هي سندريلا شوز او حاجه زي كده انا اللي عاملاها، هي مش حلوه قوي طبعا عشان اتبهدلت يعني بقالها اكتر من 5 7 سنين، بس ايا كان هي شكلها عامل كده كيوت، انا بحبها جدا. بعد كده عموما لازم يكون معايا برفيوم، ده برفيوم كان جاي لي هديه، هو ريحته قويه جدا بس انا بيبقى معايا للطوارئ، يعني هو شكله غريب بصراحه، يعني مش عارفه ليه شكله حساس مش لطيف، بس anyway هو ريحته لطيفه وشغاله يعني. انا بحب يبقى معايا برفيوم طول الوقت عشان الطوارئ، حد اغمى عليه نوت زي دي كده بكتب فيها اي حاجه بتيجي في دماغي، يعني بحتاج لها جدا. وكمان هتلاقوا قلم، لازم يبقى فيه نوت وقلم دايما موجودين معايا في الشنطه، وبس المنظم بيكون فاضي مفيش اي حاجه تانية. بعد كده في هنا سوسته صغيره، عموما هي سوسته بستخدمها لاي حاجه صغيره انا عايزه احافظ عليها، يعني مثلا سماعات الموبايل، دبابيس للطوارئ، طبعا دي حاجه مهمه جدا مينفعش شنطتك ميبقاش فيها دبابيس للطوارئ، وياريت تبقى دبابيس من دي بلاش الدبابيس التانيه عشان تبقى صعبه انك تشيليها، فالدبابيس دي حلوه قوي. وكمان لونا طبعا جرى عليها الزمن ساحت من بره، بس يعني لونا كده. وكمان اكيد لبان بونبوني الحاجات اللطيفه دي، حاجات بنعناع مني عشان منزيش احطهم تاني، وبس تبقى هي دي السوسته مفيهاش اي حاجه. مني بقى اكلمكوا عن المحفظه بتاعتي، عشان محفظتي من اهم حاجه في شنطتي بصراحه. انا المحفظه دي انا كنت جايباها من حسين، بتاعتي كانت سودا ودي كانت بتاعت ماما، ماما ما استخدمتهاش فادت هنا، هي مش ماركه يعني، بس هي خلينا نشوفها من جوه عامله ازاي. اول ما بتتفتح كده على طول بتطلع عندي الكارنيهات دي، كارنيه النقابه وكارنيه اخر كارنيه للكليه وكارنيه التامين الصحي والبطاقه الشخصيه. وبعدين بعد كده بتيجي هنا ادي سوسته، وادي هنا فايل، وبعدين سوسته كمان وفايل وسوسته وفايل كمان وسوسته جوه. السوسته الاولانيه دي موجود فيها صور شخصيه لاهلي كده، وبعدين فيها حاجات ضوافر، ده بتاع الجلد الميت، مبرد 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 كتير بس واحد حديد وواحد ورق وواحد كرتون، فدي حاجات مهمة جدا خصوصا البنات اللي بتربي ضوافرها زي، فبتبقى محتاجة الموضوع ده. هنا بحط الكروت اللي انا على طول بستخدمها، زي مثلا كارت الصيدلية، ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، كارت الصيدلية، كارت الكوافير. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الكوافير بتاعتي عشان هي حاجة كويسة. فكل الحاجات المهمة لازم تحطيها هنا كده، هي في متناول ايديكي، بس برضو مش يعني تيجي تسحبي فلوس تقع، تيجي تاخدي حاجة تلاقيها تقع كده. ونسيت اقول لكم عن الجراب الصغنن اللي هنا، انا من الناس اللي بتكتب نوتس كتيرة جدا، فكل ما اكتب نوت اسيبها في حته على المكتب في الشنطه، فعشان اوفر على نفسي عشان ما تضيعش، في عندي جراب صغنن هنا كده بحط فيه النوتس بتاعتي. وبكده اكون عرفتكم ايه اللي موجود في شنطتي وايه اللي لازم يكون موجود في شنطتك، ان يكون عندك نوت ويكون عندك قلم، ولازم يكون معاكي مناديل، لازم يكون معاكي كمان وايب لو تقدري يعني علشان الحاجات اللي في الجو والكلام ده، واكيد ما تنسيش مفاتيحك، وما تنسيش التبليس عشان الطوارئ، يعني جيبه اتقطعت، طرحه فكت، كل الحاجات دي هتحتاجي لها. وكمان لو انتي من الناس الحساسه يا ريت تاخدي معاكي مروحه علشان الحر اللي احنا فيه، خصوصا يعني الحر قرب يخلص.
ويكون معاكي ازازه برفيوم بس علشان لو انتي حاسسي انك هيغمى عليكي او دخلتي مطعم رحتي مكان ريحته مش لطيفه حطي رشتين وخلاص. وبكده اكون عرفتكم ايه اللي موجود في شنطتي وايه اللي لازم يكون في شنطتي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.